حصلت على الماجستير في مجال تقييم المخزون السمكي على البحر الأحمر في سنة 2007. عملت موظف في جهاز شؤون البيئة في فترة من 2000 ل 2013. التحقت بمعدن البحار حديثا في 1/9/2013. اشتغلت في السعودية في فترة من 2009 ل 2013 في مجال حماية البيئة برضه. بس شغلي في المحميات كنت مهتمين بالمصايد. انا كنت بشتغل في المنطقه جنوب البحر الاحمر، كنت براقب عمليات الصيد والانتاج. بس للاسف فشلت في اني اراقبها من طريق المينا، لان كان في اكثر من جهه، كان في الثروه السمكيه وكان في حرس الحدود، جهتين بيراقبوا يعني، فما كانش ينفع ثلاث جهات. فاشتغلت اراقبها من داخل البحر، والحمد لله في الفتره اللي كنت موجود فيها نجحنا في ان احنا نمنع مخالفات كثيره جدا من مخالفات الصيد. وطبعا واجهنا مشاكل كثيره خالص، من ضمنها تعرض تخيل واحد الموت مرتين ثلاثه، بس الحمد لله نصيب لا يشبه من هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الطرح بتاع الدكتوره ان شاء الله. العنوان بيولوجي ستوك اسيسمنت اند فيشريز مانجمنت اوف سام كوميرشال سبيشيز اوف فاميلي كارانديدي فروم ذا ريد سي ايجيبت، اللي هو دراسات بيولوجيه وتقييم مخزون سمكي وإدارة المصايد للأنواع الهامة والاقتصادية من أسماك البياض في البحر الأحمر في مصر. الأساتذة المشرفين على إن شاء الله معايا الدكتوراه، الأستاذ دكتور أسامة محمود من جامعة أسيوط، الأستاذ دكتور سحر مهنا من معظم البحر المصري. ده مقدم عن البحر الأحمر. بنتكلم من البحر الأحمر عبارة عن يعني ضيق، مساحة ضيقة من الماء بين قارتين، طوله بيوصل ل 2150 كيلومتر. بيبدأ من مضيق باب المندب وبينتهي في خليج السويس. اتساعه متوسط هو حوالي 280 كيلو، أقصى المتوسط العمق فيه حوالي 2000 متر. طبعا في أنواع كثيرة من الأسماك. يتميز البحر الأحمر بوفرة نوعية، يعني في أنواع كثيرة من الأسماك، لكن مشكلته قلة الأعداد، وده ليه أسبابه، يعني زي ارتفاع درجة الحرارة، زي المداخل المرتبطة، اللي هو البحر الأحمر بينتهي باب المندب خليج، يعني ضيق، لسان ضيق، وكذلك في السويس قناة السويس مساحة ضيقة، فبالتالي كمية الأسماك اللي بتدخل فيه قليلة. لكن بيتميز عشان هو ما لهوش دول كثيرة بتصب فيه مخلفات، تنوع كتير، يعني تلاقي أنواع كتيرة جدا بس الكميات بتاعتها قليلة بخلاف البحر المتوسط. احنا ان شاء الله هنشتغل على الكرنجيدي. الكرنجيدي طبعا في كتير من الدكاتره اتكلموا عنهم، من اهمها مثلا زي دكتوره سحر مهنا وغيرها. في اربع انواع مشهورين من عائله الكرنجيدي او البياض في البحر المتوسط، اللي هي اثبتهم ناس زي الفاو وزي الرندال. بينقسموا الاثنين جينس كرانكاس وكرنجويدس. اربع سمكات زي ما احنا شايفينهم. اشهر نوعين فيهم اللي هو النوع الفوق والنوع ده، هم الموجودين بوفره عدديه كافيه في البحر الاحمر. وفي انواع موجوده زي النوع ده موجود بس بيوجد باحجام كبيره، وفي النوع ده بس بيوجد بكميات اقل. يعني الشغل بتاعنا عباره عن دراسات بيولوجيه ودراسه المصايد وتقييم المخزون السمكي للأنواع الهامة والاقتصادية والموجودة في البحر الأحمر. خطة العمل هتنقسم لعدة نقاط. نبدأ الأول بتعريف النوع اللي هو Species Identification. تاني حاجة الـ Fishery Statistic، وبعد كده الـ Growth Age and Growth الأنواع. كل حاجة من دي بيندرج تحتها عدة نقاط. بعد كده هنيجي للـ Demographic Structure والمانجمنت. الشغل بتاعنا هنبدا بالاول ماتيريال اند ميثود. في الماتيريال اند ميثود هنبدا بتعريف السمك. عشان نعرف السمك نشتغل على اكثر من حاجه زي السكيل. في السكيل هناخد القشور من عده مناطق من السمكه، من مثلا
مثلا تحت الزعانف زي تحت الزعانف الظهريه وتحت الزعانف الصدريه والبيرفيك والانا ومن على اللاترال لاين، ونحاول نشوف قياسات القشور وطولها وعرضها، وهنحدد العمر عن طريق القشور، وهناخد برضه الاوتريس بتاع السمكه ونستخدمها في تحديد العمر ونشوف الصفات المميزه لكل نوع عن التاني. ده شكل عام اللي بيوضح قشره، هي دي مش عن السمكه بتاعتنا برضه عشان ده اختلاف مع الدكتور صحر عليها امبارح، بتقول البياض القشور بتاعته صغيره بس ان شاء الله هتنفع نستخدمها في تحديد العمريه. فده بيوضح القياسات اللي احنا ممكن ناخدها على شكل القشره يعني للسمكه. بعد كده بنشتغل شغل بنسميه المورفومتريك والمينستيك للسمكه. المورفومتريك اللي هو القياسات المورفولوجيه او الشكل الخارجي بتاعه للسمكه، اللي هي عباره عن زي الطول الكلي بتاع السمكه، التوتال لينس والستاندرد لينس، الطول القياسي والهيد لينس والقياس العين ومجموعه من القياسات، هتوضح في الصوره اللي جايه بعد كده، اللي هي قياسات زي كده. في الانواع بتاعتنا هنحاول ناخد مجموعه القياسات زي ما وضح في الرسم. بعد كده هنشتغل شغل اللي بنسميه المينستيك. المينستيك اللي هو بيعتمد على عد الاشواك الموجوده على السمكه وعد الموجوده على الخياشيم بتاعتها، زي الدورسال فين سباين والدورسال فين راي والبيكتورال فين راي وهكذا يعني. بعد كده هناخد الشغل ده هنشتغل عليه شغل بنسميه البيولوجي. البيولوجي اند فيشرز مانجمنت، ده الجزء الثاني الجزء اللي هنبدا فيه من الشغل، او الجزء الثاني بعد الايدنتيفيكيشن، ده هيبدا باللينس ويت ريليشن شيب، وده تحت معادله اللي هي دبليو بتساوي سي مضروبه في الاس ال اس ان، الان المفروض تبقى فوق ايه. بعد كده بنعمل معادله لوغاريتميه ليها، وبعد كده بنعمل الكونديشن فاكتور لل الاس ال هو هنا ستاندرد لينس، هو في ممكن ثلاث خطوات ممكن تاخدها للسمكه، يا اما التوتال لينس اللي هو من اول السنوت بتاع السمكه او جزء السمكه لحد نهايه الديل، وفي عندك الفورك لينس لو الديل اصلا فوركد اللي هو بيبقى مشقوق من النص بتاخد لحد الشق بتاع الديل، او الستاندرد لينس اللي هو بتاخد لحد نهايه العمود الفقري بتاع السمكه. فهو كان المفروض تستخدم ال بس. وايا كان بقى اللينس اللي هتستخدمه تحت ال بعد كده انت بتستخدمه في الرساله، المعادله بصفه عامه بتستخدم ال فقط ما تحددش في التوب بتاعك. ال اس ال معناها ستاندرد لينس. ده صوره لعظمه الاذن او بنسميها الاوتلس بتاعت الانواع، ودي موجوده في الفيش بيس لثلاث انواع من الاسماك بتاعتنا، ان شاء الله نطلعها ونفحصها ونحاول نقارن بين الانواع والصفات المورفولوجيه المميزه لكل واحد، بالاضافه ان شاء الله نحاول نحدد لها الموضوع. بعد كده نشتغل على الكونديشن فاكتور اللي هو ريليشن بتوين سكيل راديوس اند ستاندرد لينس، العلاقه ما بين الطول القياسي بتاع السمك اللي احنا هنعتمده والراديوس اللي هو انت قلت الكونديشن فاكتور، معلش الكونديشن فاكتور، ده الكونديشن ايوه كونديشن فاكتور حاجه ثانيه. الاول ما بين السكيلز او الاستريتس مع اللينس دي منها عشان الباك كالكوليشن بتاعتي، عشان احسب الباك كالكوليتد لينس دي تختلف تماما عن الكونديشن فاكتور بعد كده اللي هو معامل الحاله بتاع السمك. بعد كده نشتغل كالكوليت جروس ان لينس اللي هو عباره عن كالكوليت جروس ان لينس، بيتم تقريرها في المعادلة الموجودة قدامنا اللي هي عملها لي سنة 1920. بعد كده هنعمل الايج ديترمينيشن اللي هو ممكن عن طريق القشور او عن طريق الاوتوبيس حسب ان شاء الله من تعرف. بعد كده هنشتغل كالكوليت كروس الويت والايج ديستريبيوشن. بعد كده هنبدا في شغل الفيشريز اللي هو بيعتمد على تجميع الداتا اللي هي سواء تم اصدارها عن طريق الثروه السمكيه او في جهه هيئه الاحصاء برضه بتعمل اصدار سجل في سجل الداتا. بعد كده هنشتغل التحليلات بتاعتنا زي البومبر كلينفي، وده عمل معادله عملها العالم اسمه بومبر كلينفي سنه 1938 ولا زالت تستخدم لغايه الوقت الحالي، ودي المعادله بتاعتها. برضه عن طريق البامبر كليمبي ممكن بنحصل على عدة حاجات من السمكة زي الاف اللي بنسميها فيشنج مورتاليتي والام عن طريق برتنافي بيديني جروس بارامتر، بيديني ال انفنتيكيتي نوت، بالجروس بارامتر دي بستخدم مودلز تانية عشان احدد الدور. ما انا قصدي هي الاساس عشان نقدر نحصل على باقي المعلومات الهامة عن السمكة.
زي الطول القياسي للسمكه وزي العمر اللي السمكه بتدخل فيه في المصيد، وامتى بتدخل 25% من السمك في المصيد و50% و75% وهكذا. بعد كده هنشتغل لينس بيست تومسون اند بيل، ودي معادله عملها اثنين من العلماء اللي هو تومسون اند بيل، وهنستخدم مفتاح الباب بتاعي. بس انا افضل افضل انك تشتغل ايج بيست، عارف ليه؟ انت هتحط نفسك في اللينس بيست لازم يكون عندك عدد كبير جدا من العلامات عشان تشتغل باللينس ميثودز. لكن انت اوريدي هيبقى عندك ايج كومبوزيشن، ليه ما تشتغلش بالايج كومبوزيشن؟ هيبقى افضل، لانك سي انك ما قدرتش تجمع العدد محدود. ساعتها انا هقول لك ما تشتغلش باللينس، مش هينفعني في اللينس بيست ميثودز. فانت من الاول اختار ايج بيست موديل. بعد كده الانتاجيه للانواع طبعا ليها معادله هي اللي بتحسبها، بتحسب معدل الانتاجيه للاسماك دي المعادله بتاعتها. بعد كده ريلاتيف ييلو ريبريزمنت موديل. بعد كده في برامج ثانيه بتستخدم في التحليلات زي برنامج اسمه ال اس اي والفيسات، وفي شيت موجوده كان عاملها الدكتور مكاوي. بعد ما بنخلص الشغل بتاعنا اللي هو بنسميه العملي او التحليلات نوصل للريزلت. الريزلت بيكون مجسم طبقا طبعا للبرودكشن بتاعتنا او شغل الماتيريال ميثود، بيتقسم للايدنتيفيكيشن اوف فيشز والبيولوجي. بعد كده هتلاقي شغل الفيشريز اند مانجمنت، وبعد كده يجي الدسكشن والسيمري والريفرنس والارابيك سيمري. شكرا.